يوم من الأيام بروح للوالدة رحمها الله، وأسأل الله أن يجمعني بها وبكم والدي ووالديكم في الفردوس الأعلى. يوم من الأيام ذهب للوالدة رحمها الله، وأنا ماشي بسيارتي، إذا بإمام مسجد متأخر يخاف أنه يتأخر عن الجماعة، بيروح مشوار يجيب زوجته، وماشي 190 وفوق 90، ولافن على الشارع اللي أنا فيه ودخل ما دريت إلا في وجهي، وطربق طربق ذا السيارات. نزلت من سيارتي قلت شلونك، عسى ما شر عسى ما جاء شيء. قال لا بس ركبتي تعين خير. قلت وش ذا العجلة؟ قال أنا إمام مسجد. قلت إذا إمام مسجد أما أنك تبكر ولا تقعد، أنت الحين تبي تصلي بالمسلمين بس بغيت تهلكهم. ضحك قلت ما عليكم أخوكم، وتنازل عنه وصلح سيارتي ب15,000 ريال. بعد يومين من طلعت السيارة جديدة دافع فيها 15,000 ريال، وإذا بي أسوي أدعى لي كلمة. دورت أحد من الشباب يوديني لأني مسوقا في خطوط أنعس، ما لقيت، ونام نومة محترمة وامشي في الخط. وخابرني أقرأ بئس الرفد المرفود، ما دريت إلا تحت الشبك أنا والسيارة تحت الشبك. جاني الشيطان قال خل ربك ينفعك، 15,000 اللي تنازلت عنها خلها تنفعك. يوم دخل علي الشيطان هالدخلة قال المفروض ربك إذا أعطاك إذا أنت نزلت عن 15,000 إحسان يحافظ سيارك 10 سنين على الأقل. فأكرمني ربي أني علمت أنه الشيطان دخل يخربط، فتراجعت وتعوذت واستغفرت ودعيت الله. جوني حقين الطرق أمن الطرق، الدكتور قلت نعم. قال وش فيك عشان؟ قلت والله نمت، ما فيني شيء، أنا عشت ودخلت تحت ذا الشبك. سلامات سلامات، سهلة وزينه وحطه السيارة تمشي. قلت والله ما أدري، خلنا أجرب أشوف تمشي. وفعلا جربناها تمشي، لكن فيها طقة، فيها لسمة، وفيها شيء منه وشيء يحك. المهم وصل الديرة اللي أنا فيها، أعطيت واحدة مثلا الحبيب هذا، قلت رح صلحها لأن عندي ذا وبنام بكرة شكوى لله عشان أرجع. قال طيب إيش صار؟ تدري إيش صار؟ يوم رحت أبى صلحها أعطيناها الرجال، جيت من بكرة بحاسب الرجال ويطلق ويحلف. يا دكتور تجي ديرتنا وناخذ منك قروش التصليح، والله ما تدخل علينا قرش. قلت يا ليت الشيطان انخزى مسكين الشيطان. يا مسكين الشيطان طلعت علي ذي، خدت الأجر، السيارة صلحت ببلاش. أسأل الله يثبته. وين ليش ما جاني الخبيث ويطلق ذا الرجال؟ قلت يا أخوي أنت راي ورشة قلبت يدك ذبح لك ذبيحة، والله ما تحط شيء. قلت سبحان ربي، يريد أن يرفعني درجات علا ويمتحنني وهو عالم أني بأمر الله صابر.